هذا وشارك أعضاء من مجلس الشورى ممثلون عن البرلمان العربي في حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والندوة المصاحبة والتي تناولت تمكين المرأة العربية والخليجية ودور البرلمانات في صياغة مستقبلها. حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة المحامية دلال جاسم زايد، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. أهلا بك سعادة المحامية. بداية، ما هي أبرز الأهداف التي سوف تحققها الوثيقة العربية لحقوق المرأة، وما هو دوركم أيضا كبرلمانيين في صياغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية لابد أن نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للمؤتمر إطلاق وثيقة المرأة العربية، والشكر أيضا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها لإطلاق الوثيقة. وإحنا حقيقة هذه الوثيقة كانت نتاج لعمل أكثر من 3 سنوات لتضمين وثيقة تجمع عدد من الحقوق للمرأة العربية، وضعت من قبل وتم صياغتها من قبل البرلمانيين العرب كمرجع اعتبرناه يرتكن له على أساس أنه يتم فعلا نراعي فيه الظروف السيادية لدولنا العربية وأيضا الظروف المختلفة للمرأة في كافة الدول. هدفنا من ذلك أن احنا ننص على الحقوق الأساسية، الحقوق اللي احنا ندعو لها وسط التشريعاتنا، أيضا نفعل فيها ما نص عليه في دساتيرنا العربية على أن يرتكن فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية وأن نحقق المساواة بين الجنسين أمام القانون. طبعا ضمناها عدد أيضا من الأمور التي طرأت على الساحة في الأوضاع المختلفة للمرأة العربية، أو حقيقة تم الحمد لله أنه تم إقرارها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة العرب، وبالتالي يعني أيضا أخذت نوع من التوافق الإرادة السياسية عليها. طبعا مسؤوليتنا كبرلمانيين في الفترة المقبلة هي راح تكون إن شاء الله استثمار لأدواتنا التشريعية والرقابية، يتم من خلالها مراجعة التشريعات، تعديلها، الامتناع أيضا عن إجازة أو موافقة على أي نصوص تشريعية ممكن تخل بهذه الأهداف، أيضا استثمار الأدوات الرقابية لتحقيق أن احنا نحصل يعني على أفضل سبل الإنفاذ والتطبيق في التشريعات. اتفقنا اليوم أيضا على أن احنا نتبادل أفضل التجارب التشريعية بحيث النصوص اللي تكون جدا متقدمة وقابلة للتطبيق في مجتمعاتنا نأخذ فيها، وكذلك يتم الترويج لها على المستوى الدولي وترجمة هذه الوثيقة ونعطي لها فعلا بعد دولي بجانب بعدنا العربي. وإن شاء الله أيضا بيكون فيها مسألة إن هي راح توزع على البرلمانات الوطنية للعمل بموجبها والأخذ بما اتفق عليه من خلال هذه الوثيقة. نعم. من أبوظبي سعادة عضو مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد، شكرا جزيلا لك.